الاستاذه هبه اكيد برضو يعني انا عجبني فيها الاستاذه هبه اللي هو مجال لغه الاشاره للصم والبكم، وشدني فيها انها برضو مهتمه بقطاع اخر. يعني ان دل على شيء دل على امومتها بقى الطاغيه على شخصيتها وطيبه قلبها، مهتمه بالاطفال. ما هو برضه هي مدخله الاطفال بتوع الصم والبكم كمان. يعني هي مهتمه باطفال الصم والبكم. بالظبط كده. في الفيديو اللي هنشوفه كمان شويه. فياريت. مش كده؟ تمام صح. ولا ايه؟ مظبوط. هو كده ولا ايه عندكم؟ لا كده كده حقيقي طبعا. يعني لا في لغه الاشاره كده يعني ايه؟ كده يعني ايه؟ لا مفيش كده. لغه الاشاره مفيش كده؟ لا مفيش الكلام العشوائي يعني. هي جمله واضحه صريحه. امال يعني ايه بتتعمل ازاي؟ يعني ايه؟ يعني كلمه يعني ايه؟ مش فاهم. مش فاهم اللي انت بتقوله كده. كل حاجه ليها. طب نشوف المقطع بتاع الاطفال ونرجع نكمل معاكي الكلام عنه ان شاء الله. مساء الخير، ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ حدوته النهارده اسمها الفرخه الذهبيه والطماع. كان يا مكان راجل عنده فرخه كل يوم بتبيض بيضه ذهب. الراجل بياخد البيضة ويروح السوق يباعها ويشتري أكل، وفي يوم قرر يذبح الفرخة دي عشان ياخد كل الذهب اللي في بطنها. صاحبه قال له بلاش، لأ ما تعملش كده، لكن الراجل ما سمعش كلامه وذبح الفرخة لكن ما لقاش فيها أي ذهب. وهنا الراجل فضل يعيط وندمان إنه ضيع الفرخة الذهبية. صاحبه قال له أنا قلتلك ما تعملش كده، لكن أنت ما سمعتش كلامي عشان أنت طماع. دلوقتي مفيش ولا فرخة ذهبية ولا بيضة ذهبية، هتشتري أكل إزاي؟ استمتعنا مع الفرخة الذهبية دي بقى. ما أعرفش يعني جات لك برضو إزاي الفكرة بتاعت إنك أنت تخاطب الطفل العادي وتخاطب الطفل اللي هو محتاج للغة إشارة. جمعتي بالاتنين إزاي؟ هو طبعا يعني دي مش فكرتي لوحدي، يعني فكرة برضو الكوتش اللي بتديني الكورس هي اللي بتوسع لي الافاق، يعني اللي انا اترجمها او ازاي اوصل لهم بطريقه اسهل او عن طريق ايه. يعني هي اللي اقترحت عليا فكره القصه، انا اللي اخترت القصه، واسماء هي اللي عملت الصوت بتاعها. هي اللي بتحكي وانا بقول الاشاره. يعني ده صوت اسماء. ده صوت اسماء، اخراج ذاتي. هو اخراج ذاتي ما شاء الله. وانت يعني هي بتتكلم على 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 اشارتك او على كلامك؟ لا هي الاول سجلت. هي الاول سجلت وانا بعمل الاشاره بقى بالكلام اللي هي بتقوله. عشان كده حسيت ان الصوت سابق سن الاشاره. ممكن عشان انت بتسمعي وتترجمي. بالظبط كده. بس الكوتش بقى طبعا كوتش ايمان بقى نشكرها طبعا. طبعا شكرا جزيلا طبعا. عايز اسالك على نسبه المشاهده بقى، خلينا بقى في الثمر اللي هو بيجي من بعد التعب بتاعكم. يعني عايز اشوف يعني انتوا بتشوفوا طبعا نسبه المشاهده، بتحملوا ده على اليوتيوب. المشاهد الكريم هيحب النهارده لما يعرف كل ده هيدخل على ايه بالظبط عشان خاطر يدور ويعمل سيرش. انت منزله على صفحتك انت ولا على صفحتي؟ وفي على اليوتيوب بس ده مؤخرا. يعني باسم ايه على اليوتيوب؟ باسمي انا هبه ماهر. هبه ماهر، وبعدين ساين لانجوج، ساين لانجوج. خلاص اللي عاوز يشوف حاجات من دي كتير يدخل على اليوتيوب هبه ماهر ساين لانجوج.